السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو اللي فات اتكلمنا على طريقة تعديل الفيديو بعد رفعه على اليوتيوب بدل حذفه، هسيبه طبعا في صندوق الوصف. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة ياريت ما ننساش اللايك والفيديو ومشاركة والاشتراك في القناة. طبعا فيديو النهاردة هو تطبيق مونتاج جديد رد على احد المتابعين، تابعوني. زي ما قلت لكم طبعا تطبيق النهاردة هو تطبيق مونتاج اسمه في ميكس. تعالوا نشوفه كده شكله ايه. اهو في ميكس. تعالوا نروح على المتجر، نكتب في ميكس، هيظهر لنا برنامج في ميكس. نضغط عليه، برنامج تصميم فيديوهات ومونتاج الفيديوهات، هنضغط عليه. طبعا انا إيه انت تحمله، انا طبعا هو موجود عندي اهو، هنعمل له فتح، ظهر عندكم بالشكل ده. طيب هنا انقر لانشاء فيلم جديد، هنضغط عليها، هنضغط على اللي انت عاوزه بقى، تختار فيديوهين مثلا، هنعمل التالي. طبعا انت اخترت حاجة مثلا انت عاوز تختارها وتعدل عليها. طبعا اي فيديو عندك، اول حاجة الخلفية. طبعا الخلفية دي اول فيديو ما بيظهر احنا بنضغط على الخلفية، اول فيديو في اول البداية بيجيلك الخلفية، هنضغط عليه. ممكن نختار اي خلفية احنا عاوزينها، اصفر، اخضر، ازرق، براحتك. الخلفيات اهو، برنامج جميل جدا ما شاء الله، الخلفيات عن فيها واضحة. تمام، اخترنا مثلا خلفية، نضغط على الايقونة دي كده، تمام بقت موجودة. تمام هي دلوقتي موجودة، موجودة دلوقتي خلاص الخلفية في البداية. طيب عندنا اللوحة القماشية، هنضغط عليها. اللوحة القماشية دي ايه؟ دي هي بتختار لك النسبة، تختار، تقدر تختار النسبة، تقدر تختار الحجم. عندك التيك توك، عندك الانستجرام، عندك عندك التيك توك انستجرام، عندك اليوتيوب، وعندك النسب براحتك تختار. عايزها الاصلي براحتك برضو عادي، انا طبعا عايزاها الاصلي مثلا، او عايزاها اي نسبة طبعا انت بتختاريها. دي تاني حاجة عندنا، عندنا قلنا الخلفية، قلنا اللوحة القماشية. عندك كرر، كرر ايه؟ تكرر الفيديو اللي عليه المسطرة. يعني مثلا عندي الفيديو ده عايزة اكرره تاني وتاني، اضغط عليه هو بيتكرر اهو. دي ان انا اقدر اكرر الفيديو، دي ان انا اقدر لو الفيديو بتاعي طويل، طبعا الفيديو بتاعي مش طويل، ان انا اقدر ان اقسم الفيديو، اقدر اقسمه، اقدر اقسم الفيديو زي ما انا عاوزه. طبعا دي موسيقى بقى. طب نيجي للموسيقى بقى اللي هي كانت بتسالني على ان انا اقدر ازاي احط صوت او الغي صوت الفيديو، مثلا احط صوت. هنروح فين؟ هتروحي على المسجل بتاع الصوت على الموبايل نفسه، وهتسجلي فيديو مثلا، اي فيديو انت عاوزاه. ولما تسجليه هنضغط كده، تسجلي فيديو انت عايزاه. طيب تمام، هنضغط كده، ولما نسجله هنعمله إضافة أو انتقال إلى الموسيقى. ولما هننقله إلى الموسيقى هنضغط على الموسيقى، وهتضغطي زي ما أنت عاوزة. عندك فوق هنا هو متصل، تحملت هنا موسيقى، هنضغط على الموسيقى بتاعتك على الجهاز، هتلاقي كل الموسيقى عندك. طبعا دي كلها موسيقى لها طبع ونشر، أنا ما عرفش دلوقتي أضغط عليها، أنا بوريكي تعملي إيه. وطبعا هيجيلك الموسيقى على الفيديو كله، تعملي مقدمة زي ما أنا عاملة كده المقدمة بتاعتي، وتبدأي تعملي في الفيديو وتحطي عليه الصوت. الصوت هيجيلك لما تنقلي من على التسجيل، من على المسجل هتسجلي الصوت اللي انت عاوزاه، ومن الصوت اللي انت عاوزاه هتيجي تركبيه هنا على، تنقليه على الموسيقى وتيجي تركبيه على البرنامج. تمام، هنا عندنا في دي اكس، في اكس، هنضغط عليها. هنا بيجيلك التأثيرات بتاعت الفيديو، لو انت عايزه اي تأثير في الفيديو انت عايزاه، موجود التأثيرات كلها اللي في الفيديو براحتك زي ما انت عايزة. تأثيرات كتير اهو، تأثيرات اللي في الفيديو زي ما انت عاوزة بقى، نضغط على اي تأثير زي ما انت عاوزة وتختاريه. طيب اللي بعديها هنختار النص. النص بقى ايه؟ تقدري تكتبي ايه اللي انت عاوزاه في النص مثلا، وتقدري تحددي مكان. مثلا انا عايزة اكتب مثلا ياسمين، تمام، وهنضغط على تم. تمام عندك ياسمين، وبيجي لك هنا تحت هنا موجود تعديل الخطوط، طبعا تعديل النص اللي انت كاتباه، الخطوط عندك تعدلي، نضغط عليها ونختار الخط اللي احنا عاوزينه. عايزه اي خط انت عاوزاه تقدري تضغطي عليه على الفيديو، تقدري تعدليه براحتك.
موجود جميع الخطوط اهو، تقدري انت تعدلي براحتك. طبعا دي الخطوط، دي هنتكلم على اللون، تختاري اللون اللي انت عاوزاه للاسم او النص اللي انت تحبيه طبعا. تمام، هنا اللون، نختار اي لون. هنا طريقة الكلام، طبعا انت بتختاري الكلام. هنا لو انت عايزة له ظل تعملي ظل مثلا، هنا لو عايزة تكرريه، هنا قناع، هنا حذف لو انت عايزة تحذفيه كده. احنا حطينا مثلا الاسم. تمام، عندك هنا غطاء. الغطاء هنا لو انت عايزة تكتبي مثلا رمضان كريم، او عايزة تعملي نص موجود على الفيديو من فوق تحطيه له على الفيديو برا، هنضغط مثلا على رمضان كريم، هنعمل له اضافة. انت كده ضغطتي على رمضان كريم وتعملت اضافة مع الفيديو فوق، هيظهر لك. عندك هنا كل حاجة، لو انت عايزة الفيديو اللي انت حطتيه ده بره على الشاشة صامت، وتقدري تعمليه صامت. عايزة تكرريه تقدري، انا عملته صامت دلوقتي، يعني هي تشتغل وهي صامتة. عايزة دلوقتي تكرريه، تكرريه عادي. عايزة الغموض، عايزة قناع، عندك كل حاجة، والفلاتر، وعندك كل حاجة تقدري تظبطيها عليه. تعالوا كده نشوف اتعملت ازاي. كده لو انت عايزه تكرريه تاني تقدري تكرريه تاني من تكرار، تقدري تاني تكرريه تاني. تمام، هنرجع تاني. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. ده برنامج مونتاج بصراحة جميل جدا، تقدري تعملي كل حاجة. طبعا لو انت عايزة البداية بتاعت الفيديو، البداية اللي انا بعملها اللي مكتوب عليها اسمي طبعا موجود عندي على القناة بتاعتي، ازاي تعملي بداية ونهاية للفيديوهات باسم القناة بتاعتك او باسمك زي ما تحبي. طبعا عندي كل حاجة، واي سؤال طبعا على القناة بتاعتك عايزة تسأله لي براحتك. طبعا احنا دلوقتي خلصنا الفيديو، عايزين نعمله تصدير، نقدر نعمله تصدير وحفظ. دلوقتي نعمل له تصدير وحفظ اهو، دلوقتي الفيديو هيبقى على الاستوديو. يا ريت لو عجبك فيديو النهارده، يا ريت ما ينساش اللايك للفيديو ومشاركه واشتراك في القناه.